مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا اعضاء الجمعيه العموميه النهارده، متواجدين بالكثافه كالعاده في النادي الاهلي مدينه نصر. النهارده في البدايه ببارك لكم على المشهد المميز والحدث المميز الاول، انطباعك ايه ورايك ايه في المنظر اللي انت شايفه؟ بارك فيك اولا، واحنا طبعا فخورين بالنادي وفخورين بكابتن الخطيب وفخورين بانتخابنا ليه من الاول. كابتن كريم، حضرتك مش هقدر اعرف حضرتك الامن في منتهى العظمه بصراحه، يعني بنشكر الامن وعلى راسهم محمود بحزين، افراد الامن كلهم قاموا على اكثر وجه، محمود بحزين، النادي كله بيتنا اساسا، احنا بنبقى قاعدين هنا مطمنين، فخورين طبعا بالصرح العظيم اللي عملوه ده، وربنا يا رب كده يكتر افراح النادي الاهلي ويخلينا دايما كده معاه واقفين في ظهرهم يا رب. طبعك ايه ورايك ايه وحاسه بايه النهارده على اليوم الجميل ده؟ حاسة ان هو يوم حلو خالص، والنادي بقى احسن من الاول كتير، وعايزين يعني دايما يكون في تقدم، بس احنا بفتح نادي، بقى احسن من اي نادي. رسالتك ايه لمجلس الاداره؟ يعني نادي القرن. تحب تقول ايه لمجلس الاداره؟ مستنيين منهم ايه؟ كل حاجه كويسه، مستنيين كل حاجه كويسه. رسالتك ايه لمجلس الاداره؟ اقول لهم دايما تسيروا بركه الله وكتر الف خيرهم على المجهودات الكبيره اللي عاملينها، وعايزين دايما واكتر واكتر، والرياضه وكل حاجه تبقى برضو نبقى فخورين بيهم دايما. ميرسي، شكرا. يمكن زي ما انتم شايفين كل مشاهدينا السعاده على اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله القادم افضل احتفالات. كل سعيد النهارده، الكل فرحان داخل النادي الاهلي مدينه نصر، ان شاء الله يكون الايام اللي جايه كلها في الانشاءات الخاصه به النادي الاهلي على اعلى مستوى كما هو موجود في نادي